النرف اللي بعد كده اللي هم مجموعة النرفس اللي اسمها last four cranial nerves، 9 و10 و11 و12 cranial nerves. القصة بتاعتهم لهم مسار مشترك، مسار محدد ومعروف متشابه بين الأربعة cranial nerves في أجزاء كتيرة منه، علشان كده احنا بنرسم لهم رسمة واحدة تجمعهم مع بعض ونعيد تفصيلهم فيما بعد. ده المندبل. ورا المندبل بشوية هنجد الماستويد بروسس، طالع من الميديال سايد اوف ذا ماستويد بروسس، في حيثما يوجد نوتش اسمه ماستويد نوتش او دايجستريك نوتش، طلع العضله اللي اسمها البوستيريور بيلي اوف دايجستريك اللي كانت اتحدت مع الانتيريور بيلي اوف ذا دايجستريك بالانترميديات تندون فوق مباشره الهايويد بون. بعد كده انا عندي in front of the mastoid process هنجد the styloid process، وخارج منه ماسك في عدد 5 structures، بعض منهم كان muscles والبعض منها كان ligaments بيسموها styloid apparatus، فهنا دي اسمه styloid process and styloid apparatus اللي structures اللي ماسكه فيه. طالع من نازل من المندبل ورايح للهايود بون المايلو هايويد muscle، وخارج من الهايود بون رايح للطنج اللي عدى على الميديال سيرفيس او انسايد ذا مانديبول الهايوجلوسس ماسل. طيب ادي الجاجولار فورامن، ومن الجاجولار فورامن كان بينزل الفين الشهيره المعروف باسم الانترنال جاجولار فين، ده جاي من فوق لتحت في نفس التوقيت، كان الكومن كاروتيد ارتري جاي من تحت لفوق وتفرع لفرعين اتنين، الانترنال كاروتيد ارتري اللي ماشي ان لاين مع الكومن كاروتيد ودخل في الكنال اللي اسمها كاروتيد كنال، اما الثاني فكان الاكسترنال كاروتيد ارتري وده اللي كان مشي على بيهايند زي انجل اوف ماندبل وانتهى بيهايند ات ذا ميديال سايد اوف اتس نيك بانه اتفرع للفرعين بتوعه. طيب يجمع الانترنال كاروتيد والانترنال جاجولار ثم الكومن كاروتيد والانترنال جيجولار تيوبيولار شيس مصنوع من الديب فاشيا اوف ذا نيك اسمه الكاروتيد شيس. بداخل الكاروتيد شيس ده كان بيمشم اخر اربعه كرينيال نيرفز هنبتدي بيهم الان برقم اول واحد فيهم اللي هو التاسع. الناينث كرينيال نيرف اللي اسمه الجلوسوفارينجيال نيرف جاي منين؟ لو ديب اوريجين، جاي من جزء من البرينستيم، جزء المخ اللي اسمه برينستيم، جاي من بارت اسمه مضلة اوبلونجاتا. هيدخل النيرف يمشي مسار، المسار ده هنكرره مع بقية الكرينال نيرفز، ارجو انكم تاخدوا بالكم منه. اول ما يدخل في الجاجولار فورامن، وبعد ما يعدي في الجاجولار فورامن هيصل الى داخل الكاروتيد شيز زي ما انا بشاور بالرسم. Inside the carotid sheath هيمشي deep to the structures attached to the styloid process، يعني هيمشي deep للstyloid process والstructures اللي ماشي متصله بيه اللي هي styloid apparatus، ثم يمشي deep to the posterior belly of digastric، ثم يغادر الكاروتيد sheath بمروره بين it passes between the internal carotid and the external carotid، ثم يدخل بين عضلتين من عضلات الكونستريكتورز اوف ذا فارينكس، ثم يمشي يتسحب على الديب سايد على الميديال سايد على الانر اسبيكت اوف ذا هايوجلوسس وينتهي في البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. ده كان الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم 9. النيرف العاشر اللي هو الفيجاس نيرف، وهنتكلم ليه سموه فيجاس بعد كده. الفيجاس نيرف هيمشي مسار مشابه الى حد كبير، هكرر نفس الكلام بطريقه اخرى. الفيجاس نيرف شوفوا الرسمه بتاعته، همسحها وارسمها تاني. ده الفيجاس نيرف نفس المشوار اللي مشيه الجلوسوفارينجيال نيرف في الجزء الاول منه، دخل من ايوه الجاجولار فورامن انسايد ذا بالظبط الكاروتيد شيز، مشي ديب تو ذا ستايلود بروسيس and structures attached ليه، ثم مشي ديب لي البوستيريور بلي اوف ذا جاستريك وكمل طريقه in between and behind the two big vessels inside the carotid sheath اللي هم الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد من فوق والانترنال جاجلر والكومن كاروتيد من تحت، ثم يصل الى الثوركس وهنحكي القصه بتاعته بعد كده في الثوركس.
ده نيرف رقم 10 كرينيال اللي اسمه الفيجاس. النيرف اللي بعد كده اللي هو رقم 11 كرينيال اللي اسمه الاكسسوري، نفس المسار، هيطلع من نفس المكان اللي طلع منه من الفيجاس واللي طلع منه الجلوسوفارينجال اللي هو الميدالا اوبلونجاتا اوف ذا برين ستيم، من منطقه النخاع المستطيل في جذع المخ. هيغادر الديب اوريجين بتاعه ويغادر البرين ويغادر السكال عن طريق بالظبط الجاجولار فورامين زيه زي الفيجاس وزيه كمان زي الجلوسوفارينجال، يدخل للكاروتي تشيس ديب تو ذا ستايلود بروسس اند ستراكشرز اتاتشد تو ات، ينزل داون وورز ديب تو ذا بوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، ينزل داون وورز ويفضل انه يغادر الشيس عن طريق انه يعمل كروسنج باك ووردز كروسنج اوفر متجها باك ووردز على الانترنال جاجولار فين. من الرسم ديت هيبقى لنا حقيقتين في منتهى الاهميه. الفيجاس نيرف كان ماشي نيوترال متعادل، لا له علاقه بده بالارتري ولا فين، ماشي ان بتوين اند بايند في خط مستقيم. اما الاكسسوري نيرف فالاكسسوري نيرف كان ماشي منحاز الى جانب الفين. اما الجلوسوفارينجال نيرف فانحاز الى جانب الارتريز. نفسي اقول حاجه بخصوص الاكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف هو خارج، في الحقيقه ما كانش خارج، الجزء اللي حكيت عنه هو الكرينيال بارت اللي كان خارج من الميدالا اوبلونجاتا، الا انه كان له انذر بارت او انذر روت كان جاي من ورا، كان جاي من الابر 5 او الابر 6 سيرفايكال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، طلعوا مع بعض عملوا روت واحد، الروت ده اسمه سباينال روت، اتحد مع الكرينيال روت، الكرينيال روت اللي جاي من المضلة اوبلونجاتا، وعملوا الاكسسوري نيرف المشترك المتحد المكون من التو روتس، هو ده اللي دخل في الجاجولار فورامن. لما دخل في الجاجولار فورامن مباشرة مشي لمسافة ثم ترك الكاروتيد شيز، مشي المسافة داخل الكاروتيد شيز والمشوار اللي حكينا عليه من شوية ثم غادر الكاروتيد شيز. بس اللي غادر مش كل الاكسسوري نيرف، ده السباينال روت رجع لورا تاني للمكان اللي طلع منه السباينال روت، مكان البيجيننج بتاعه. اما الكرينيال روت فكان اتوزع مع من خلال برانشات الفيجاس نيرف ومشي مع الفارينجال برانشز اوف ذا فيجاس نيرف. العصب اللي بعد كده اللي اسمه الاكسسوري اللي اسمه الهايبوجلوسال نيرف. الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال رقم 12 خارج من المضلة لو ديب اوريجين اللي هي المضلة اوبلونجاتا اوف ذا برين ستيم، غادرها عن طريق انتيريور كوندايلر فورامين، مشي عمل سبايرال تيرن لفه حلزونيه حوالين الفيجاس نيرف، ملوش علاقه بالجاجلر فورامين، ده دخل الكاروتي تشيس، مشي ديب تو ذا ستالوت بروسس اند ستراكشرز اتاتشد تو ات، ومشي ايضا ديب تو ذا بوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك، الا انه في الحقيقه فضل انه يغادر الشيس زيه زي مين؟ زي 9 و11، غادر الشيس بس المره دي معدي على الاتي، معدي على الاكسترنال كاروتيد واول برانشز طالعه منه، الانترنال كاروتيد الاول ثم يعدي على الاكسترنال كاروتيد واول برانشات خارجه منه، ثم يمشي مسار فوق الهايويد بون سوبرفيشال تو ذا هايوجلوسس ديب لحاجتين اتنين، ديب تو ذا بوستيبل اوف ذا جاستريك اند ديب تو ذا انترميديات تندون اوف ات، ويدخل ديب للمايلو هايويد ويتوزع للمسلز اوف ذا تانج حيثما تتغذى بيه. ده كان ملخص سريع للبرانشز او اللاست فور كرينيال نيرفس، ملخص سريع للكورس، ونلاحظ ان الكورس اللي فوق مستوى البوستير بيلي اوف دايجاستريك كان كورس مشترك بين هذه الاربعه كرينيال نيرفس. اما تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك فالترمينيشن بتاعهم اختلف، الفيجاس نيرف مشي على طول من غير ما يعمل كروسنج لاي حد، السباينال روت اوف ذا اكسسوري نيرف انحاز الى جانب الانترنال جيجلر وعدى من عليه وصل الى الخلف. اما 9 التاسع اللي هو الجلوسوفارينيال فانحاز الى الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد ومشي ان بتوين زم في طريقه الى الفارينج سواء البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج.
اما ال 11 اللي هو الهايبوجلوسال فانحاز فعلا هو كمان للارتيريال سايد وعدى ان فرونت او كروسز اوفر ذا انترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد والبرانشات بتاعته، وبعد كده مشي مساره الطويل لحد ما وصل الى المسلز اوف ذا تانج.